لاباس عليكم. جيسبر كو فوزالي بيان. دونك اليوم غادي نهضروا شويه ولكن غادي نهضروا على واحد الموضوع الزغب. اي وي سمعتوا مزيان، غادي ندويو على الزغب. هذاك علاش قلت السلام البنات، لحقاش هاد لا فيديو خصيصا البنات اللي كيتبعوني في هاد القناه. دونك انا جلست في الارض حاطه يدي على الكنابي ترانكيل بحال غادي ندوي مع صحاباتي باش غادي نهضروا على هاد لو فامو سوجي ديال ليبيلاسيون، لو رازوار، لي بوان انكارني، لي بوتون بوست ايبيلاسيون، زغب. انا كنقولش لكم اترافير هاد لا فيديو بلي خاصكم الا كان عندكم زغب تيبيلاو، ولا بلي الزغب سي كيك شوز دو با نورمال، ولا بلي الزغب ما خصوش يكون، وبلي الزغب يفو خصنا نديرو ليه الكيره ولا صافي. دونك فريمون اترافير هاد لا فيديو جيمغي فيكولي ان ميساج، لي بوال سي كيك شوز دو نورمال، سي ربي خلقنا بهم. سي فري كو كاين واقيلا واحد 5% ولا واحد 10% ديال البنات اللي في هاد العالم ايزون دو لا شونس دو نو با ان افوار، مي راه لا ماجوريتي، لا غراند ماجوريتي ديال العيالات ديال لي فام اون دي بوال، اي سي نورمال. مي اليوم غادي ندويو على هاد الموضوع ديال الزغب. سو ني با ان سوجي كي طابو البنات، سو ني با ان سوجي لي حشومه، والزغب راه ماشي حشومه. نيوموان كاينين الناس اللي بحالي اللي صالي ديرونج. انا بيرسونيلمون فيا مون كور جو نيم با افوار دو بوال، سي كيكو شوز لي عقدتني في طول حياتي. بون عقدتني في مون انفونس باسكو ابخي جي كومبخي كو سيتي جوست كيكو شوز دو نورمال، مي فاش كنت صغيره كنت فغيمون معقده بزاف. جو فوز افي في اون فيديو يا كيلكو زاني فاش كنت يلاه حليت هاد القناه واقيلا، لي جو فوز ان افي ان بو بارلي، وكاع كانوا كيطلعوا عليا في المدرسه اكوز دو سا. مي ابخي جي كومبخي كو با لي بوال سي كيكو شوز دو توت افي نورمال، اون اون ا توت. اي فوالا، دونك انايا جي كومونسا ميبيلي ا لاج دو جو بونس 15-14 ans، un peu tard. Donc je sais que nous quittons l'école de Drassa quand je m'épilais pas, mais voilà. Et bdis la cire, donc la cire c'est اول حاجه بديت بها ليبيلاسيون. لقاش forcément ديما البنت كتبع داكشي اللي كدير ماما، ها انا ماما كدير لا سير، دونك forcément مشيت انا كندير بحال داكشي اللي كدير ماما. لي بوال سي سيت كولور لا كو جي partout sur mon corps، et en plus de ça j'ai des ovaires polykystiques، du coup je suis encore plus poilue que الناس العاديين، كل لي فام العاديات. مي سي با كيك شوز دو غراف ان سوا كوم جو فوز اي دي. دونك فوالا، اول حاجه غادي نبداو بها البنات هي اشنو هما لي ديفيرون اوبسيون كي فوز كي سوفر افو الا بغيتو تحيدو الزغب، ولا الا بغيتو تبداو في داك ليبيلاسيون. كاينه لا سير اورينتال ولا العاديه، ولا سير شود، لا سير فواد، لا سير داك الهارد واكس اللي كطير بحال هكا. لا سير كاين الغازوار كيميكافور، كاين لا كريم ايبيلاتوار ولا لا كريم ديبيلاتوار، كاين لو لازير، لا لوميير بولسي جو بونس، و ليبيلاتور الكتريك. دونك فوالا هادو نورمالمون هما لي تكنيك ديبيلاسيون لي كاينين. انا لي غندوي ليكم عليه فغيمون ريالمون فهاد لا فيديو هما ثلاثة، لا سير، لو لازير، اي لو غازوار، ولكن ماشي داك الغازوار اللي كتعرفو. قوم انا في فيديو باش تشوفوا كاين غازوار غندوي عليه، لحقاش هذا هو الغازوار لي سبيسيال ديال الوجه. انا سو كو جو ريكوموند البنات يلاه غير بداو تيبيلا، واللي غتخلي لكم اون كاليتي دو بو زوينه، واللي غتخلي لو بوال ما يطلعش دغيا هي لا سير. انا جو ديكونسي لو غازوار، جو سي كو بزاف الناس كيديروه. انا الصراحه بيرسونيلمون جو ديكونسي لو غازوار، لحقاش ديجا لو غازوار كيجيني بدا ديجا كضروا به لا بو ديالكم، لحقاش كيدير كي غازي لكم لابو، دونك فورسيمون راه كيحيد لكم واحد لاكوش دو بروتيكسيون على لابو ديالكم. انا بدا كون جو الفي مع دابا مع اللازير ضروري جو دو مي غازي، فاش كنخرج من الدوش كنخرج كل الحنكيه كني كي كني كي كني ايغيتي حمر، فريمون حلا ما عرفت شنو درت ليه. دونك فريمون لو غازوار ايغيت لابو، سي فريمون كي با كيك شوز لي انا جو بنصحكم. كيدير لي بوال انكارني بزاف، اي لا بوس ديال لو بوال كتكون très rapide par rapport à l'épilation ideale et la cire. Parce que raser vos jambes ou là vos aisselles ou là vos bras tous les 3 ou 4 jours, mais c'est vraiment pas très pratique. La cire c'est pratique, la quand je redis une fois par mois, le poil il repousse entre 2 à 3 semaines à l'estab ntouma, et mais le temps le poil qui ولي خفاف. انا عندي des copines ou des amis dans mon entourage qui كان عندهم beaucoup de poils هنايا au niveau des bras. بزاف فريمون تري غليظ وحرش، اي افيك لو طون ولا خفيف وما بقاوش كاع كيابيليو لي بغا، لحقاش ابان تيتشاف. انا لي بغا سي سكو جو في، جو في لا سير دابا راه بدا كينوتيفي، مي جوست باش غادي يبان ليكم فريمون بوغ لي بوال سي لا سير اي لي تري تري خفيف فريمون ابان كيبان، اي كنديرها مره
شهر ونص شهرين. لو ريست دو كور كندير اللازير. اللازير اول مره درتو فاس فريمون لو فري لازير درتو فاس عند اون ديرماتولوج وكنت بديت اسمها ليزيسيل. صراحة سا سيتي سوبر بيان باسي وانا فريمون 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 كنصحكم بلو لازير لحقاش سا شونج لا في. عرفتو راه فاش كتكون دوزتو حياتكم كاملة وانتوما كتمشيو كل مرة عند الاستيتيسيان وكتقصحو ولا كل جوج يومين تلت ايام جو دوفي غازي وكتكتاشفو انفان واحد لا ميثود لي غتخليكم سون بوال راه سي لا ريفوليسيون. انا زعما لا فيريتي سي سيتي ا ريفير جو لو ريفيري 100% لي زيسيل وقيلا بقات لي شي دو سيونس باش نسالي مي فريمون ما بقى عندي حتى شي حاجه. سي جينيال سي فري كو كيقصح باش ما نكذبوش على الله انا بيرسونيلمون كنتقصح كنموت من لا سيونس ديال لو لازير. مي سي ايفيكاس اي كتنساو اي اونتر لي سيونس راه يا با دو بوال. فاش كديروا اللازير فو ضروري سو غازي لا قماش. دونك لو لازير كيضرب كتكونوا غازيتو ديك لا بارتي وباقي لو بلب لداخل. داكشي علاش كيقول لك خاصك ضروري دير اللازير ماشي لاسير باسكو لو بول مخصوش يتنثر من الجدره. الا كاين جدره لو لازير ما غادي يقيس والو. دونك فو غازي ديك لا بارتي كيجي لو لازير كيدوز و كي بحال كيقتل داك الجذور ديال لي بوال. او فور اي مزور دي سيونس كاع الجذور كيتقتلوا وما عمر باقي كينوض شي زغبه فديك لا زون. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Quand il y a une séance de laser tous les mois et après c'est espacé parce qu'il prend vraiment des chiquets qui coûtent beaucoup que tu veux dire à tous les mois. Pour le prix, on a par exemple les aisselles le Maroc parce qu'on dirait que c'est 600 dirhams la séance de la dermatologue. هنايا في كندا في مونريال كنت شفت دي بيرسون كيديروها 50 دولار 40 دولار. انا جو بونس كنديرو بشي 40 دولار عند اكرام لحقاش جي روبري مي سيونس دو لازير كيما قلت لكم بقاو عندي جوج. دونك كندير هنايا عند لا كلينيك استيتيك ايفولو ديرما اللي كانت انسيينمون ابلي ارغانيا استيتيك مي اللي تبدلات دابا ولات لا كلينيك ايفولو ديرما. دونك عندها كاينه في لافال عندها كندير مي سيونس دو لازير اكطويلمون اي سا سباس سوبر بيان. اي هاد لا كلينيك غير رابيدمون هاد لا كلينيك عندها واحد لو لازير ديود كي نفي با فريمون مال بحال لو لازير العادي. Donc voilà, donc pour les jambes c'est la même chose, il faut se raser avant et que tu me suis la séance d'elle. Mais entre les séances vraiment ma kino tu te rends ou la gars kino donc kino très fif, ma kato douche les gars elle belle et avec les séances qui me suis les poils totalement ou que tu n'as. Pour enlever le poil définitivement il faut entre 6 à 8 séances. Ma qui arrache le poil après avec la grossesse. J'ai lu des commentaires sur Instagram Instagram les quatre gouloulières mais après la grossesse arrache. Il se peut un nouveau yarger, l'herkash d'ekchi c'est très hormonal, et nous à la table les hormones. Mais une séance d'entretien réhide comme donc les repousses les adou ou avec une grossesse ou là. Donc la routine avant la cire, bah nhada, qu'on dire un gommage, bah nhide les points incarnés, ou qu'on a table bah nhide avant la cire, c'est tout, ou après bien sûr. Le laser c'est la même chose, le laser il faut exfolier la peau et bien l'hydrater. Avant et après les séances d'arôle. Donc hado vraiment ces deux trucs les d'arôle et comme dirhom à la routine épilation d'alcool, l'exfoliation et l'hydratation. Allez j'espère que la vidéo m'a dû pour la bise ou m'a dû ou tu m'as louche. D'abord à d'une douzaine nous allons nous quitter le rouge hec. Qui m'a cliqué comme un indice rouge. C'est inévitable. Indi hna partout quoi. Et hna ou hna dû faire chez les zorba ou les rouge. Vous voulez tenir le laser. يلاه بديت اي ديجا ما بقاش عندي تقريبا بقى كيخرج حتى شي حاجه دونك شوي فريمون تري تري كونطونت. مي بديت هنايا لي سيونس دو لازير بور ايسي بور ايسي بور ايسي سي دي كونسيي دو فير دو لازير علاش لحقاش كاينين دي غلاند كي سون ستيمولي بار لو لازير اي كيولي عندكم يقدر يولي عندكم زغب اكثر من داكشي اللي كان عندكم افون. داكشي علاش هنا كندير الغازوار ولكن بلاتيو ماشي نيمبورت كيل غازوار. كندير لو غازوار ديال الحشبان. غندير لكم اون فوتو هنايا باسكو دابا خصت بون لحت اخر واحد لقيت اللي تي اوزي خصني نمشي نعاود نشري. ولكن اون فوا باغ موا كندوزو هنا طق 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 طق. غادي ندير لكم شي نهار اون فيديو على كيفاش كنستعملو في اون روتين ماتينال بيتيتر اون روتين سوان دو فيزاج دو ماتان. نقدر ندخل لكم ديك لا بارتي غازوار في لا فيديو دونك سيغمون غنديرها لكم باش تشوفو كيفاش كنستعملو. مي كتاخدو داك الريزر كديرو بحال هكا و سونس ديال لابوس دو بوال وكيمشي. الصراحه ما كيعاودش ينوض غليظ باسكو سي ني با ان غازوار بحال داك تاع الرجال ولا داك اللي كان غازيو به لو كور. سي غازوار كي ادابتي او جوفي اي فرانشمون سا شانجي ما في. و حتى الماكياج من نهار بديت كندير اتليتا بون صافي دابا عام ونص وانا جوتي سا. حتى الماكياج ديالي كيولي يبان بوكو حسن
من فاش كيكون عندي زغيبات في الوجه. كومون ولا كوا فير بور لي بوطون لي كيجيو بوست ايبيلاسيون؟ حنا عارفين لي بو سنسيبل لا بلوبار فاش كيغازيو ولا فاش كيديروا لاسير كاينو دولهم حبيبات اي سي نورمال. حتى انايا سام لو في افيك لاسير. دونك كيس كيفو فير؟ تو سامبلومون يفو ايدراتي سا بو لا في يفو ايدراتي اي لو جور جي اون مورا ليبيلاسيون يفو ايدراتي. دونك سي جوست دي بوطون دانفلاماسيون لاقاش فورسيمون بلاسير لا بو كتنثر اي لا بو سنسيبل كتكون شويه ايريتي سي نورمال. دونك هادوك سي جوست دي بوطون ديريتاسيون يفو بيان ايدراتي لا بو ان شاء الله كلشي غيمشي. اش نديرو يا نهيلة بور لي بوال انكارني؟ دونك لي بوال انكارني راني قلت لكم كاينين جوج حوايجات غيحيدو لكم لي بوال انكارني. افون l'épilation ديرو غوماج و ديما غوميو فوتغ بوا راه سي تري امبورطون. الحكان الحكان سيرو الحمام حكو. ودابا راه حنا عارفين الحمامات سادين دونك اللي ما قدرش يمشي للحمام يدير غوماج في الدار. ساهل ماهل خدو سكر سنيدة زيدو ليه دو لويل دو كوكو و قرب الريح. حكمت هك حكمت هك غيمشيو ليكم كاع لي بوال انكارني. ما يمشيوش كاملين من الغوماج الاول سا سي نورمال مي افيك لو طون غادي يمشيو ما غيبقاوش ينوضو ليكم. مي il faut ajouter à l'exfoliation l'hydratation ديما ديما رطبوا البشره ديالكم راه سي تري امبورطون. انا لا بروميير لا ما كنرطبش البشره ديالي ديما باش نقول لكم ديال مون كور لاخاش كنعكز انا معكازه ولكن في الصيف والله الا جو الفي سورتو دابا افيك لي سيونس دو لازير جون فيك لو لازير يكون فريمون اوبتيموم. دونك il faut hydrater sa peau من مورا كل دوش. دونك لو بري دون سيونس دو لازير كيما قلت لكم سا فا ديبوندر دو نتوما فين ساكنين اي دو لا بيرسون اللي غديروا لكم. سا ديبوند دي كلينيك اللي غديروا واش غديروا عند ان ديرماتو ولا غديروا عند اون كلينيك سا ديبوند. مي انايا نقول لكم بالدرهم اون سيونس دو لازير بور لي زيسيل سا كوت انتر 600 و 800 انتر 500 و 800 درهم اي اون سيونس دو لازير بحال دابا بور لي جامب كومبليت سا فا كوتي انتر 1000 و 1500 درهم. هذا هو ان بو لو كوتا. دونك لا سيونس ماشي كلشي ستادير لا سيونس هذا هو لو بري. سي فري كو والله الا سا كوت شير راه سا بيك فاش كتخلصوها ولكن سي ان انفستيسمون سور لو لون تيرم. غادي حسبوا غير شحال كضيعوا الفلوس عند الاستيتيسيان في الشهر وملتيبليوه في كاع لي زاني ديال حياتكم ابروكسيماتيفمون لي وحنا ما كنعلموش الغايب ولكن لي بروبابلمون بوسيبل نعيشو. وغادي تشوفوا شحال ديال الفلوس غادي يضيعوا غير عند الاستيتيسيان. دونك اللهم ناخذ دوك الفلوس ونحطوهم باش اون فوا بور توت نحيدو الزغب. الو واحد لا كيسيون اللي رجعت بزاف فاش شفتوني كندير لازير واش لا لوميير بولسي اي لي افيكاس بلاتي وندقال ديال حقاش سا مي تيان اكور. دونك كيما قلت لكم انا هاد لا فيديو دايراها اون فيديو تشيل بحال قلتي معايا في الدار كندوي مع صحاباتي. دونك لا لوميير بولسي انا كنت درتها فاش كنت في فرنسا كنت بديتها عند واحد لو سونتر انا نقول سميتو ايبيلتيك. كنت بديت عندهم اي الصراحه عندهم سيتي ايفيكاس. غير واحد النهار حرقوا لي البشره ديالي حرقوا لي مي كويس اي جي يو دي فريمون دي بروولور وداكشي. دونك ما عاودتش رجعت عندهم اي مي سيتي ايفيكاس. ولكن خاصكم تعرفوا باللي في المغرب ما عندهمش الحق يستعملوا بلو ميم لو ميم فولتاج ou la même intensité de la machine بحال كي كيديروا في فرنسا. لاقاش فرنسا راه فوزيت حيتاش فرنسا كيكونوا دي تكنيسيان ديبلومي لانهم الحق انهم يستعملوا ديك لا تكنيك. في المغرب لا في المغرب سي دي استيتيسيان سي دي اسيستانت سي دي سي با دي بيرسون لي ال سون فريمون ابيليتي ا فير سا. داكشي علاش لو فولتاج كيكون ناقص ولا ماشين ما كتكونش اوسي افيكاس كو هذيك اللي غديروا في فرنسا ولا لا. داكشي علاش انا في المغرب جو نفو كونساي ابسولومون با دو فير لا لوميير بولسي لاقاش سا نو مارش با. انا ماما دارتها باش نجيكم الصراحه واخا ماما محروسه تبغيني نقولها حتى في الفيديو ولكن ماما راها دارتها يرجع لها داكشي ضيعت غير فلوسها كبات داكشي بحال كبات الماء في الرمله ولا بحال لاحت الفلوس من الشرجم. داكشي كله رجع اي سان اي اوكان ريزولتا سور ايل. جو كوني بوكو دو بيرسون لي لا ميم شوز. جو نفي با زعما دلا موفيز بوب بور داك لانستيتيو ولا لا با دو تو. مي غير كنقول لكم لا لوميير بولسي اون جينيرال سي با كيك شوز كي مارش. راه عندي صحباتي دي انفلونسوز اللي كانوا بونس كنتو الا كنتو كتبعوهم دوبي كيلكو طون دابا كانوا كيديروا لا بوب بور واحد لو سونتر اللي كان في كازا كان كيدير لا لوميير بولسي وفي الاخر حبسوا معاهم باسكو داكشي ما كانش كيعطي ريزولتا اي اللي بارجعوا لهم. داكشي علاش غتحطوا فلوس غتحطوا لو ما تحطوا شي حاجه اللي مضمونه بحال لو لازير عند ان ديرماتولوج. ما تمشوش ديروا عند نيمبورتو كي عفاكم في المغرب ردوا بالكم ديرماتولوج ولا كلينيك استيتيك. سي لا ديرنيير كيسيون حنا طولنا في هاد لا فيديو. واش لو لازير الا دي زيفي بلانشيسون؟ يعني البنات اللي كيعانيو من بقع سوداء في البيض في لي زيسيل في لي جامب عرفتو كيبقاو شويه داك الكحوله وداكشي. انا
je n'ai jamais souffert de ça لخص ما عمري درت الغازوار وما عمري تحرقت في لاسير او نيفو دي زيسيل ومشيت للشمس هادي ما عمري ونورمالمون داك الكحوله كتكون جايه من الغازوار وكتكون جايه من لاسير سخونه بحال دابا انا عندي واحد الحلقه شفتو هادي راسي وحده واحد النهار حرقتني بلاسير بقات عندي اي كيكونوا لي ميم طاش في لي زيسيل وداكشي اي سي دو ا سوا لاسير كتكون سخونه بزاف سوا كي كتاليو لاسير كتخرجوا للشمس وكتضرب ديك المنطقه دونك انا ما عمري درت الغازوار دونك ما عنديش داك المشكل اي الحمد لله ما عمري تحرقت نيوموان لي عنده هذا المشكل لي او غازوار سوايي سور كنهار غتبداو لاسير ولا نهار غتبداو لازير غتمشي علاش لقيت ديك الكحوله اللي دايرها لكم الغازوار راه غير لو بولب ديال لو بو لي كيبان اترافير لا بو لقيت انا لا بو اي لي تري تري فين اي دوكو كيبان لكم داك لو بولب هكاك غلي دوك حل الا كنتو بغون سي توتا في نورمال اي هو اللي كيعطيكم داك لومبر شويه كحيحله سينو انا ما عنديش وصفه اللي ديروها الا بغيتو تبيضوا هاد المناطق هادو نيوما غادي تلقاوهم سوغ يوتيوب كاين اللي كيدير الحامات كاين اللي كيدير بغيف بلان دو شوز انا جي جامي تيستي داكشي ما نقدرش نقول لكم شي حاجه هنايا اللي انايا ما تيستيتش ما نقدرش ندير الضمانه ديال شي حاجه هكا مي جو سوي سور غادي تلقاو دي يوتيوبوز بوتي هنايا سوغ يوتيوب مغاربه ولا اجنبيات اللي غيكونوا عطاو دي زاستوس بوغ هاد المشكل هذا دونك فوالا les amis j'espère que la vidéo a été connaissante mais j'ai passé un très très bon moment avec vous on a papoté un peu on a parlé de sujets entre filles j'espère que la vidéo a été connaissante moi j'espère que vous trouvez et bien sûr comme toujours il y a des questions à me poser par rapport à l'épilation si vous faites le sujet n'hésitez pas à me le dire en commentaire et là je me ferai un plaisir de vous répondre là je vous fais des énormes bisous et une place inchallah très très prochainement à la chaîne pour une nouvelle vidéo bisous bye